تعد ثمار الخضر والفاكهة أنسجة حية بعد الحصاد، فهي تقوم بالعمليات الحيوية المختلفة التي كانت تقوم بها قبل الحصاد، مثل عملية التنفس التي بدونها تتدهور الثمار، بالإضافة إلى فقد المياه مما يؤدي إلى ذبول الثمار، إلى جانب إصابتها بالأمراض. لذلك فإن التخزين تحت التبريد يعد أولى خطوات المحافظة على جودة الثمار وإطالة فترة حياتها بعد الحصاد. ويعد جهاز حفظ محاصيل الخضر والفاكهة من أولى الابتكارات المذهلة للمساهمة في إطالة فترة بقاء المحاصيل البستانية صالحة للاستهلاك، مما يتيح الفرصة للمصدرين تصدير العديد من المحاصيل عن طريق الشحن البري أو البحري. ويتميز الجهاز أيضاً بانخفاض تكلفته وإمكانية إنتاجه محلياً وسهولة نقله. اهلا وسهلا بكم اعزائنا مشاهدي قناه مصر الزراعيه في كل مكان، اهلا بكم في حلقه جديده من برنامج ابحاث علميه، اول حلقه معاكم النهارده. زي ما احنا عارفين يعني العالم كله بيتطور، الزراعه كل يوم فيها جديد، عندنا كل يوم في علوم جديده في الزراعه، علوم جديده كمان في مجابهه الامراض والافات وما الى ذلك، كمان في علوم جديده وتكنولوجيا جديده النهارده في مجال حفظ الثمار وعمليات ما بعد الحصاد وما بعد الجمع، وكمان اطاله فتره الشيلف تايمينج او فتره العرض. كل دي طبعا بتعيد يعني لاذهاننا فكره ان احنا لازم نتابع الابحاث العلميه بشكل رئيسي. يمكن السيد الوزير وزير الزراعه في اول ما تولى هذا المنصب اتكلم بشكل مباشر جدا عن موضوع البحث العلمي، وده يمكن كان من اول كلماته اللي القاها بعد توليه الوزاره. طبعا احنا موضوع البحث العلمي موضوع كبير جدا، احنا عندنا شباب في مصر، شباب الباحثين كتار جدا، عندنا كم كبير جدا من الابحاث. يمكن الوزارة او الدولة او المراكز البحثية يمكن بتصرف مبالغ هائلة على هذه الابحاث، لكنها لا تلاقي يعني يعني طريقها او انها تخرج للنور، لان ده يمكن بيكلف مبالغ طائله ومحتاج تعاون كبير جدا من رجال الاعمال. في بعض رجال الاعمال متعاونين وفي البعض الاخر مش متعاون، وفي برضو ناس حابه تضمن ان الابحاث ديت هتعود عليها بالربح. لذلك احنا قررنا في هذا البرنامج ان احنا نعرض على حضراتكم كل الابحاث العلميه اللي صرف عليها فلوس وصرف عليها مجهود، لعلكم جميعا تستفيدوا منها، وحتى اللي مش بيشتغل في مجال الزراعه كمان ممكن يخرج من هذا البرنامج بمعلومة مفيدة. البحث العلمي هو طوق النجاة النهاردة حتى نواكب الركب وحتى نسير مع العالم المتقدم، لأن إحنا عندنا النهاردة الزراعة هي أحد المجالات التي يستطيع من خلالها السوق المصري المنافسة الآن. يعني طبعا في مجال التكنولوجيا، في مجال الهندسة، في مجال العلوم يمكن إحنا محتاجين سنين وسنين عشان نبتدي ننافس الدول المتقدمة، لكن في مجال الزراعة إحنا جاهزين للمنافسة الآن، وعندنا الأرض، عندنا الجو، عندنا مصادر المياه المتعددة، عندنا المحاصيل المختلفة، عندنا الخريطة الزراعية بتاعتنا في منتهى التنوع، كمان عندنا شباب وعندنا مراكز بحثية على مستوى عالي جدا، وعندنا أبحاث كتير جدا هنلقي عليها الضوء بإذن الله في هذا البرنامج. بيسعدنا في أول حلقات هذا البرنامج إن احنا نستضيف الدكتور محسن اللي هيكلمنا النهاردة عن ابتكار جديد او اختراع مصري خالص، يمكن كان بيتكلف زمان مبالغ كبيرة جدا، لكن النهاردة يعني دكتور محسن عنده فكر جديد، عنده نظرية جديدة، يعني هنكتشف من خلالها ازاي ممكن نوفر مبالغ طائلة ويكون لنا التنافسية لما نبعت منتجاتنا المصرية للخارج. برحب عليك دكتور محسن، منورنا في اولى حلقات البرنامج، اهلا وسهلا بيك. اهلا بحضرتك يا فندم. طبعا انا عارف ان يعني الابتكار او الاختراع بتاع حضرتك له علاقه بحفظ الثمار ما بعد الجمع عشان نطول بشكل او باخر مده العرض بتاعتها، ويبقى لنا التنافسيه مع دول العالم ان احنا يبقى محصولنا لما بيوصل كانه لسه مقطوف النهارده، فيبتدي العد بتاعنا من بعد العرض، صح كده؟ جميل. طيب الأول عايز أفهم السادة المشاهدين، الثمرة بتاعتنا لما بنقطفها هل هي ماتت ولا ما زالت حية؟
وإيه العمليات والتغيرات الكيميائية والحيوية اللي بتحصل على الثمرة بتاعتنا، بتحصل مع الثمرة بعد عمليات الحصاد. بتعتبر محاصيل الخضر بعد الحصاد مباشرة كنسيج حي عرضة للتلف، لأنها بتتنفس بعد الحصاد، فبيتم حرق المادة الغذائية وبيتم فقد الماء عن طريق التنفس، والأمر ده يؤدي بالثمار أو بالمنتج أو بالمحصول البستاني إلى الكرمشة والذبول والوصول لدرجة النضج والشيخوخة بصورة سريعة. من هنا كان إن إيجاد عوامل أخرى نطيل بها فترة المحصول صالح للاستهلاك، فكان التخزين المبرد هو أول هذه العوامل. إن التخزين المبرد يؤدي إلى إطالة فترة عمر المنتج صالح للاستهلاك أطول فترة ممكنة. جميل. يعني حضرتك دلوقتي لما بتتكلم بتقول إن أول مشكلة بتتعرض لها الخضر، إحنا هنخلي كلامنا عن الخضر فقط ولا على الخضر والفاكهة؟ هي المحاصيل البستانية عامة. المحاصيل البستانية عامة. طيب حضرتك بتتكلم النهاردة عن مشكلة فقد المياه، يبقى دي أحد الأسباب المشاكل اللي بتخلي عندنا الثمرة بتاعتنا تذبل أو الورقة أو يعني الغلاف بتاعها يكرمش، تصل لدرجة النضج والشيخوخة بصورة النضج والشيخوخة. طيب احنا بس عايزين نركز كمان على موضوع النضج، يعني بس يعني عايزين نتكلم عن العمليات الكيميائية أو الحيوية اللي بتحصل داخل الثمرة نفسها بعد عملية الحصاد، بعد عملية فقد المية يعني. نعم، بعد عملية الحصاد مباشرة الخلايا بتاعت النسيج النباتي خلايا حية وتظل تتنفس، فالتنفس هو معناه فقد نسبة من المواد الغذائية المخزنة نتيجة احتراقها، وبالتالي بتتبخر الماء فبينتج ماء، فالماء دوت بيفقده النبات بيصل به إلى الكرمشة والذبول. إذن فالموضوع مش فقد مياه بس، لكن حضرتك بتقول ان بيحصل حرق للمواد الغذائيه او الموجودة، النشويات او المواد الغذائيه اللي موجوده. بالظبط. فكمان ده بيغير التركيبه بتاعه التركيبه العضويه بتاعه الثمره نفسها بعيدا كمان عن الكرمشه وفقد المياه، بيؤدي الى انها بتتغير من ناحيه الطعم ومن ناحيه اللون ومن ناحيه الرائحه. جميل. طب الطريقه الاولى اللي حضرتك اتكلمت عنها موضوع التبريد بقى. التبريد ده اولى هذه الخطوات، لان حفظ الثمار بدون تبريد فبتعتبر عمليه مياش سليمة، فكل العمليات التي بتجرى هي عمليات إضافية بجانب التخزين المبرد، ومن هذه العمليات هو حقن الغازات داخل العبوات بالغازات المختلفة من ثاني أكسيد الكربون والنيتروجين والأكسجين. يعني إذن نفهم كده من دكتور محسن إن عمليات الحفظ بتتم يشترط فيها رقم واحد التبريد، رقم اثنين هو موضوع حقن مجموعة من الغازات التي من شأنها أن توقف عملية التنفس وتوقف عملية احتراق المواد الغذائية داخل الثمرة، صح كده؟ بالظبط. طيب هل عمليات حقن الغازات دي يا فندم موجودة فيما قبل، يعني في ناس غيرنا استخدمناها، ولا احنا لنا صدارة في هذا المجال؟ موجودة حضرتك من الثمانينات. موجودة من الثمانينات. وكان بيتم الحقن بالنيتروجين أو بثاني أكسيد الكربون. بالنيتروجين أو ثاني أكسيد الكربون. طيب خلينا نتعرف من حضرتك برضو إيه الجديد النهاردة في عمليات حقن الغازات، إيه الغازات التي أضيفت، إيه الغازات التي استبعدت ولماذا؟ الأساس العلمي أساسا لعملية حقن الغازات هو إن التركيب الغازي حوالين المنتج أو حوالين الكائن الحي هو التركيب العادي الموجود في الجو، اللي بيتكون من تقريبا 20% أكسجين و 3% ثاني أكسيد الكربون وحوالي 78% نيتروجين. فالتنفس بيعتمد أساسا على الأكسجين، فأنا لو قدرت أن أنا أقلل نسبة الأكسجين وأرفع من ثاني أكسيد الكربون عن التركيب أو المحتوى الغازي المحيط بالجو الهواء العادي، فدوت بيؤدي إلى تقليل عملية التنفس بالنسبة للمنتج، ودوت بيؤدي بالتالي أو بالتبعية إلى أنه بيقلل من احتراق المادة الغذائية، فقد نسبة كبيرة من المية، وبالتالي بيعتبر المحصول لحد ما صالح للاستهلاك أطول فترة ممكنة، بإضافة النسبة البسيطة من الأكسجين ورفع النسبة ديت من ثاني أكسيد الكربون، فبيتنفس التنفس اللي بالكاد
يستطيع أن يعيش بدون التحول للتنفس اللاهوائي، حتى ما عشان ما يحصلش تخمرات. يعني إذن التنفس اللاهوائي هو المشكلة أو هو اللي بيأثر عمر الثمرة بتاعتنا، لكن التنفس الهوائي بالنسب المحددة طبعا زي ما دكتور محسن يعني بيقول بنرفع نسبة ثاني أكسيد الكربون وبنقلل نسبة ثاني أكسيد، بنزود ثاني أكسيد الكربون ونقلل الأكسجين. بالظبط كده، صح كده؟ بالظبط. طيب بالإضافة إلى غاز النيتروجين، ده موجود غاز بيملى المحتوى من العبوة بتاعتي، وهو غاز خامل ما ملوش أي تأثير، ولكن هو بيحافظ على المستوى الغازي من ثاني أكسيد الكربون والأكسجين زي ما هو حتى الاستهلاك. إذا هذه العملية عملية موجودة بالفعل. خلينا بقى نتعرف على اختراع حضرتك أو ابتكار حضرتك، إيه هو وإزاي الناس تقدر تستفيد منه؟ هو الابتكار عبارة عن جهاز أستطيع من خلاله إن أنا أحقن الأكسجين وثاني أكسيد الكربون والنيتروجين بالنسب المختلفة. كان من الصعب ان انا ادخل نسب بسيطه زي 2% مثلا ثاني اكسيد الكربون، ولكن من خلال الجهاز استطيع ان انا ادخل 2% بالظبط ثاني اكسيد الكربون او 2% اكسجين، وللمحصول لكل محصول نسب للتخزين او للجو الهوائي المعدل اللي انا بضيف بكل محصول على حده. زي الفراوله مثلا بستخدم ليها حقن ما يقرب من 5-10% أو 10% أكسجين، ومن 10-15% ثاني أكسيد الكربون، والباقي غاز خامل زي النيتروجين. بكمل العبوة بتاعتي غاز خامل زي النيتروجين. أقدر أحافظ من خلال تجربة عملناها للفراولة إنها تستمر 16 يوم على درجة الصفر المئوي و48 ساعة على درجة 10 درجة مئوية، وهي درجة. خليني أسأل حضرتك برضو سؤال يا فندم، يعني وصول ثمرة الفراوله لدرجه الصفر المئوي ده معناها ان هي ممكن توصل للتجمد، والمعروف ان التجمد يعني ممكن يؤدي بعد عمليات الذوبان لانفجار الانسجه في الداخل وما الى ذلك، وتلف يعني المحصول بتاعنا. فهل الفراوله لما تتعرض لدرجه صفر مع هذه العمليات ما بتتلفش؟ لانها اعتقد هتوصل للتجمد الصفر ده. لا، هو ما بتوصلش كده، والدرجه بتبقى من صفر لخمسه درجه مئويه. يعني من الصفر للخمسة بالظبط كده، يعني يبقى ما بتوصلش الصفر تقريبا، من الصفر للخمسة درجة، ولكن هي ما بتوصلش لدرجة التجمد إلا لو نزلت الدرجة تحت الصفر من ناقص واحد أو ناقص اتنين، وهنا بيظهر أعراض البرودة أو أعراض التجمد بمعنى أصح. والأعراض ديت هي معروفة أنها ممكن تصاب بأنها بتتحول من اللون الأحمر للون الأسود، إن بيبقى ساعتها النبات نفسه الخلايا بتاعته بتهتك، الخلايا بتاعته بتهتك صحيح، يعني اي حاجه اتفرزنت وتفكت ودي اعراض الخلايا بتتهتك. اعراض التجميد بالظبط. طيب خليني اسال حضرتك سؤال برضو، يعني بعيدا عن الابتكار بتاع حضرتك، احنا كدوله مصر او جمهوريه مصر العربيه بنصدر فراوله، فما هي الاجراءات التي تتم الان لحفظ منتجاتنا، وخصوصا ان احنا بنصدر يعني الفراوله لمجموعه سبينس في بريطانيا، ودي تعتبر يعني اكبر مجموعه هايبر ماركتس في بريطانيا، وهي يمكن اشتراطاتها ومواصفاتها بتبقى اعلى كمان من مواصفات الاتحاد الاوروبي، يعني معقده جدا، ومع ذلك احنا بنوصل هذه الفراوله وبتتباع يعني كويس جدا، واحنا عندنا سوق الفراوله ما شاء الله يعني مفتوح على العالم كله، ولنا تنافسيه في موضوع الفراوله تحديدا. يعني طبعا ده باستخدام الشتلات الامريكيه برضو وبتوصيات وزاره الزراعه، واحنا ايد بايد معاكم دايما في برامجنا في موضوع الفراوله، مش عايزين نبعد عن موضوعنا الاصلي. ايه هي الاجراءات اللي بتتم على محصول فراوله دلوقتي، وايه الجديد اللي ممكن حضرتك تضيفه باختراعك؟ بالنسبه للفراوله البدايه هي اساسا من الغيط او الحقل، وهو اتباع الممارسات الزراعيه الجيده اللي بتوصى بها الاتحاد الاوروبي او الدول اللي انا بصدر ليها، فبتابع الممارسات الزراعيه الجيده اللي بتوصيني بيها. بعد كده هو ان الجمع والحصاد بالنسبه للمحصول بيبقى في حدود مثلى، ان انا المحصول لازما ان انا اجمعه في فتره الصباح الباكر قبل ما الشمس تطلع عليه. المحصول يتم في حصاد امثل بالنسبه للعامل، بيبقى فاهم بيحصد ازاي، والجمع في عبوات بتبقى مثلى، يتم الجمع ازاي، بتبقى في بيوت تعبئه
او عباره عن تندات بتتحط تحتها المنتج عشان ما تعرضش للشمس، وبعد كده بيتم التعبئه باسلوب امثل. اذا كانت عبوات بيوصي بها المصدر او عبوات محليه، يجب ان تكون العبوات دي نظيفه، ويجب ان تكون العبوات ديت اصلا بعيده عن متناول الايد او متناول اي مواد عالقه اتربه او حتى لا تصاب باي امراض. ويجب من الاساس ان المحصول يجمع خالي من اي اصابه او اي مرض. طيب فيما بعد الجمع بقى يعني والمنتج بتاعنا بيسافر بره، ايه العمليات اللي بتتم دلوقتي يعني بعيدا عن الاختراع بتاع حضرتك؟ هل بتتحقن غاز؟ هل يعني البرادات او الثلاجات اللي بتتنقل بيبقى لها اشتراطات معينه ولا ايه يعني؟ هو المفترض علشان خاطر نعمل الحقن هو ان بيتم بعد الحصاد، يعني العمليات بتاعتنا ما بعد الحصاد، عمليات ما بعد الحصاد او معاملات ما بعد الحصاد. وهو ان بيكون الجمع في الصباح الباكر، بيكون الجمع بصوره سريعه بتوصل لبيوت التعبئه بصوره اسرع، حتى الموضوع دوت لا يستغرق اكثر من 4 لـ 6 ساعات. يعني الناس دلوقتي يا فندم بتجمع وتحط في البلتات وبتصفر بدون اي عمليات، مجرد بس التبريد فقط. يعني حاليا في السنوات الاخيره بيتم الجمع في الغيط والتخزين المبرد في كونتينرات مبردة أو برادات موجودة في الغيط، والبرادات دي بتودي إذا كانت الثلاجات أو المخازن المبردة بعيدة عن الغيط، فهذه العربيات المجهزة المبردة بتوصل المنتج من الغيط إلى مخازن التبريد، ومن مخازن التبريد بيتم نقلها إلى أماكن التسويق المختلفة، كانت سوق محلي أو كانت تصدير. إذن فالعمليات اللي بتتم دلوقتي هي إن إحنا بنحط الفراولة بتاعتنا في البلتات وبتحط في التلاجات وبتسافر بدون أي عمليات إضافية، صح كده؟ ما فيش أي حاجة تانية؟ لا، ده لازم عملية الجو الهوائي المعدل. الجو الهوائي المعدل. طب بس ده غير الاختراع بتاعك. ما هو الجو الهوائي المعدل ده هو أساس الاختراع أو أساس الابتكار. هو إن إحنا تعديل الجو الهوائي المعدل بجانب التخزين المبرد بيتم في خلال بيوت التعبئة. طب إذن ده بيحصل دلوقتي أصلاً. هو بيحصل، لكن احنا هنعرف الفرق بقى بين اللي بيحصل. الفرق هنا بالظبط. بالظبط. بس يعني قبل ما ننتقل لهذه النقطه عايزين ننبه برضو على الساده المزارعين، طبعا احنا في اشتراطاتنا في جمع المحصول ممنوع تماما يعني لمس الثمره، لان ده بيعمل بصمه، والبصمه بعد كده بتؤدي الى التلف فيما بعد ذلك، تكون التلوين مكتمل، يكون السمسم مكتمل، يكون التاج موجود، يكون التلوين مظبوط، يكون الحجم الثمره كويس، الثمار ما بتتحطش فوق بعضها، الثمار بتترص في بلتات بيكون فيها كمان ارضيه فيها بلاستيك في فقاعات الهواء عشان يحميها من الصدمات. يعني الفراوله بالذات حساسه جدا، وهي طبعا من الخضروات وليست من الفواكه. خلينا نعرف النهارده موضوع الجو المعدل بقى والفرق بين الابتكار او الاختراع بتاع الدكتور محسن عن الجو المعدل اللي في الكونترنرات بتاعه الفراوله اللي بتسافر النهارده. بالنسبة للجهاز يمتاز بسهولة تنقل، صغره في الحجم، بمعنى انه ممكن يستخدمه المصدر الصغير والمصدر الكبير، ممكن يستخدمه المنتج الصغير والمنتج الكبير، ممكن يكون متواجد في الحقل نفسه واستخدمه على عبوات صغيرة وعبوات كبيرة. فده هو كان الفرق، ان انا هو سهولة تنقله وتكلفته القليلة عن مثيله، بالإضافة الى ان انا ممكن من خلاله إن ثلاث أنواع من الغازات في وقت واحد، وأعمل عملية سحب الهواء جوه العبوة من خلاله أيضا. يعني أنا كده بحقن كل عبوة على حدة، وأقدر كمان أحقن ده بالنسبة للمنتج الصغير أو اللي هو المستهلك اللي بيعمل في بيت التعبئة عنده هناك. فأنا ممكن عبوة صغيرة تزن كيلو أو 2 كيلو أعمل عليها العملية دي، ده صعب جدا في أي جهاز مثيله في العالم. جميل. خليني أسأل برضه حضرتك سؤال النهاردة، الابتكار أو الاختراع بتاع حضرتك يقدر يطول لنا عمر الفراولة تحديدا قد إيه؟ من 15 يوم لثلاث أسابيع. ده ان توتال. طب وهي دلوقتي بتقعد قد ايه؟ ممكن تقعد 72 ساعه. لا هي بتسافر برضو بتروح يعني. لا بتسافر. هو في الجو العادي 72 ساعه، 3 ايام على حد اقصى. لا اذا لكن اذا كانت في التصدير في التصدير فهي تقعد لها يعني تقعد الفراوله من 15 يوم لثلاث اسابيع. طيب ده في التصدير، واذا اتبعنا طريقه حضرتك في التصدير هي بالطريقه ديت تقعد من 15 يوم لثلاث اسابيع. طب وهي من غير الطريقه ديت في التصدير بتقعد قد ايه؟
لا من خلال، ما ينفعش اصدر بيها الا من خلال الطيران. والطيران ده بيقعد يا دوبك يوم ويومين شيلف لايف او عرض في الاسواق. يعني اذا باستخدام طريقه حضرتك انا اقدر اشحنها عن طريق البر او البحر، وبكده مش لازم طيران. لا لا مش لازم طيران، وبالتالي اقلل مصاريف النقل، التكاليف بتاعه النقل، وبالتالي يبقى انا كده وفرت. يبقى احنا كده وصلنا لبيت القصيد زي ما بيقولوا. بالظبط كده هو. يعني اذا فالفراوله لا تصدر الا بالطيران، لانها ما ينفعش تطول، ما ينفعش تقعد خالص. انما بالطريقه بتاعت يعني الدكتور محسن انا اقدر ابعتها في النقل البري او ابعتها في الطياره وتقعد لها 15 16 يوم في الطياره وتوصل كانها لسه مقطوفه النهارده، ويبقى انا وفرت ثمن النقل الجوي، وبالتالي يبقى ليا تنافسيه في العالم كله ان انا وفرت منتج مصري رخيص امن ونظيف طبعا طبقا للمواصفات. صح كده؟ تمام. طبعا يعني باذن الله برضو عايزين نعرض، اكيد احنا بنعرض دلوقتي على الشاشه يعني بعض الصور للابتكار، وعايز شرح سريع من حضرتك كده لمكونات الجهاز او الابتكار بتاعك. هو الجهاز بيتكون من مجموعه صمامات بتتحكم في دخول الغاز بالنسب المحدده لكل صنف نباتي على حيطه. بياخد من مصدر للغاز، الغاز دوت بيبقى الغازات ده طبيعيه، غاز ثاني اكسيد الكربون وغاز الاكسجين وغاز النيتروجين، وبيحقن داخل العبوة المحتوية على أو المعبأ فيها المنتج. والموضوع ده بيبقى بعد ما بيتم التفريغ العبوة من المحتوى الغازي اللي بداخلها، فبيتم حقن كل غاز على حدة ثاني أكسيد الكربون بالنسبة بتاعته كانت من 2-5%، الأكسجين بالنسبة بتاعته كانت من 5-10، ثاني أكسيد الكربون بالنسبة بتاعته كانت من 5-10%، وبكمل محتوى العبوة من النيتروجين. وبكده بيتم عمل الجهاز بصورة سريعة، وبيتم الحام المنطقة اللي بيتم الحقن من خلالها، ومن قبل كده بيتم الحام العبوة نفسها وهي محتوية على المنتج. جميل. يعني أرجو أن حضراتكم تكونوا كده أخذتوا فكرة عن هذا الاختراع وهذا الابتكار. أرجو أن هذا الابتكار يلاقي كل الدعم من رجال الأعمال والكل اللي ممكن يعني يستفيدوا من هذا الابتكار. الناس اللي بتفكر النهاردة تشحن الفراولة في التبريد البري أو التبريد البحري لازم تفكر في مثل هذا المشروع. الدكتور محسن السيد محمد دكتور وباحث بمعهد بحوث البساتين ومبتكر هذا الجهاز وضيفنا في هذه الفقرة. بشكر حضرتك جدا وبتمنى لك كل التوفيق إن شاء الله. نسمع عن جهازك بقى وهو في حيز التنفيذ التجاري إن شاء الله. احنا بنشكر حضرتك وبنشكر كل السادة المسؤولين المهتمين بالابتكارات وبالشباب المبتكرة. ده دورنا يا فندم ولنا الشرف. بشكر حضرتك جدا. بتمنى كل التوفيق دكتور محسن. أعزائنا المشاهدين خلونا نطلع فاصل قصير ونرجع لكم مرة تانية في فقرة جديدة بإذن الله ومع ضيف جديد بعد الفاصل. تابعونا. ورجعنا لكم أعزائنا المشاهدين في فقرتنا الأخيرة في حلقة النهاردة بإذن الله. بيسعدنا يكون ضيفنا العزيز فيها الدكتور فراج أبو الليل، دكتور وباحث بمعهد المحاصيل السكرية وعضو مكتب إدارة وتسويق التكنولوجي. أهلا بحضرتك يا فندم. شرف حضرتك. يعني إحنا في برنامجنا داخل النهاردة كمان معاكم من جوه معهد البحوث الزراعية، وإحنا برنامجنا اسمه البحث العلمي، عايزين نعرف دور مكتب وإدارة التسويق التكنولوجي، يعني ودوره في دعم البحوث وفي دعم الباحثين. بسم الله الرحمن الرحيم. أولا وشرفتونا في المركز البحوث الزراعية. مكتب إدارة وتسويق التكنولوجيا ده أنشئ بقرار وزاري رقم 3075 لسنة 2001، وتحت إدارة مجموعة متخصصة من الباحثين، تحت إدارة الأستاذ الدكتور محمد عيد، ومجموعة متخصصة من الباحثين وشباب الباحثين في المركز لتعظيم الفائدة من منتجات البحث العلمي
ولخلق مظلة حماية قانونية للباحثين. إزاي؟ يعني دلوقتي أنا عندي قانون 82 لسنة 2002، ده قانون حماية الملكية الفكرية عندنا في المصري. فبنحاول نساعد الباحثين ونعرفهم إن الابتكار بتاعهم إزاي يحافظ عليه، إزاي يكتب براءة الاختراع، إحنا اللي بنحاول نكتبها له. أول حاجة بنقول للباحث ما تنشرش لو عندك innovation، لو عندك حاجة فيها ابتكار، لو حاجة فيها تحس إنها كويسة، بيجي عندنا في المكتب ونديله طلب اسمه طلب الإفصاح، بيكتب فيه اللي هو ابتكر إيه الحاجة اللي عملها كويسة، وورقة تانية بيكتب فيها اللي عقد المشاركة. تمام؟ بعد كده بنبدأ إحنا كمكتب تحت إدارة الأستاذ دكتور محمد عيد، بيعمل مجموعة متخصصة من الباحثين والخبراء في النقطة دي، لو سواء جالي باحث مثلا من النظم الخبيرة عنده سوفت وير، أو من معهد الإنتاج الحيواني أو نباتي، أو عمل حاجة فيها إنوفيشن. فبالتالي أجمع المجموعة المتخصصة دي حوالي 4 أو 5، بيقعدوا على الموضوع ده بيدرسوه، وبيرسلوا للباحث بيقولوا له مثلا تعالى في نقطة عاوزين نخلصها، في حتة زيادة عاوزين نضيفها، طب أنت إيه الجزء الجديد اللي في الشغل بتاعك؟ وبعد كده يبدأ نشوف يردوا على الباحث، ممكن يقولوا له لا الفكرة دي هي اوريدي اتعملت، ما أنت عندك على الإنترنت وفي أكاديمية البحث العلمي في موقع بيكشف على البراءة، بيشوفها جديدة أصيلة، هل طور فكرة كانت اوريدي موجودة؟ تمام؟ بحيث برضو احنا بنحاول نحميه، وبنحاول نزود الدخل بتاع المركز من خلال ان احنا بنسوق للمنتج ده. طيب خليني اقف عند كلمه حضرتك قلتها دلوقتي، الشراكه. يعني ايه عقد شراكه بين حضرتك وبين الباحث، وما العائد على الباحث من هذه الشراكه؟ اولا لما انشئ المكتب كخطه لتطوير المركز البحوث الزراعيه، انشئ لائحه اللي هي كانت رقم 14142 لسنة 2002، واللائحة دي هي بتنظم العلاقة بيني وبين الباحث وبين المركز وبين المعهد وبين الـ سواء شركة أو حد هيجي ياخد المنتج بتاعي أو الانوفيشن اللي عندي الابتكار. تمام؟ فبالتالي أنا بقول المعهد بياخد نسبة في اللائحة منظماها، والمركز بياخد نسبة، والضرائب الدولة بتاخد نسبة، والباحث بياخد نسبة، سواء الباحث بياخد 25%، المركز بياخد 50%، المعهد بتاعه هو اللي عمل فيه البحث، لأنه طبعا هيئ له المعامل، هيئ له الدنيا دي كلها، بياخد 50%، ويحق للباحث مشاركة المعهد في ال 50%، بحيث إيه؟ يقول له طور لي المعمل اللي أنا بشتغل فيه، عاوز جهاز معين، والمركز بياخد 15%، والضرائب بتاخد حوالي 10%. جميل. يعني اذا هذه الشراكه تعود على الباحث بفايده طبعا. أكيد. ده حاجه اساسيه. اكيد. طيب يعني انا عايز برضو اقف عند التايتل بتاعكم، مكتب اداره وتسويق التكنولوجي. يعني هقف عند كلمه تسويق او ماركتينج، هل بتقوموا بنوع يعني من انواع النشر لهذه الابحاث، او بتروحوا مثلا لحد ممكن يدعم تمويل هذه الابحاث؟ هل تقدروا توفقوا مثلا نوع من انواع الشراكه بين الباحث ورجل اعمال او صاحب مصنع او صاحب ارض، بحيث ان الباحث برضو يلاقي مكان يطبق فيه فكرته على ارض الواقع؟ احنا دور المكتب، انت عندك فكره وعندك انوفيشن في البحث بتاعك، انا بيبدا دوري بعد ما خلاص انت اوريدي عندك بحث، عندك اوريدي بحث وعندك انوفيشن، فبقول لك ما تنشرش، اذا نشرت هيضيع حقك في الملكيه الفكريه. يعني انت اوريدي لو نشرت مش هتعرف تاخد حقك تسوقه ولا تعمله ترخيص لاي شركه عشان تشتريه، فنقول له ما تنشرش. بيبدا مرحله المكتب من الحته دي، انا ما ببداش المرحله قبل ما البحث ما يبدا. قبل البحث ما يبدا في جهات تانية في المركز هي بتدعم البحث، سواء الار دي اف الصندوق دعم البحوث، هو بيروح له بيدي له فند بالفكره بتاعته، بيجي لي في الاخر بقول له بعد الفكره ما نكتبها احنا وننسقها ونشوفها، الفكره دي كويسه ما اتعملتش قبل كده، اهو الابتكار ده جديد، نبدا نكتب له البراءه، والبراءه دي مش سهله عشان تتكتب، احنا في بقول له طب ماشي الـ 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 الحاجه اللي عنده اللي عاوز يحميها ايه؟ يعني انت اخترعت حاجه في جزئيه معينه معوش حد يعرفها غيرك انت،
ومحدش يعرفها غير لما احنا ناخد البراءه ولما احنا نتعاقد مع المستثمر النهائي. طيب عايز اسال هذا السؤال برضو اخير، يعني هل البراءات التي تصدرونها من مكتب اداره وتسويق التكنولوجي هي براءات يعني يعتد بها في حاله التقاضي، في حاله ما حصل شكوى من الباحث قال ان فكرتي اتسرقت، هل يقدر يعني ياخد من عندكم مستند يثبت ملكيته الفكريه لبحثه؟ اولا احنا بنكتب له البراءه في مكتب البراءات في اكاديميه البحث العلمي، وده منشأ بقانون، وبالتالي في قانون اصلا حمايه الملكيه الفكريه، سواء لو كان الف كتاب يبقى حق مؤلف، عنده سوفت وير يبقى تبع وزاره الصناعه، يبقى لو حق مؤلف تبع هيئه الكتاب، احنا بنروح للمكان المتخصص في الجزئيه اللي عنده فيها انوفيشن، عنده فيها ابتكار. فبالتالي احنا لو عنده ابتكار في اجهزه مثلا معينه او سيستم معين او طلع منتج معين، بنروح لاكاديميه البحث العلمي، ودي منظمه وده اصلا تبع اتفاقيه اسمها اتفاقيه التريبس عالميه اصلا. فبالتالي ما حدش يقدر يجور على حقه بعد ما ناخد له حق الملكيه الفكريه، احنا بنقف واحنا اللي بنحمي حقه. بتاخده له من الجهات المعنيه ولا انت جهه الاصدار؟ انا بحميه له، وانا اللي بقف قدام التنازع، وانا وانا بكون السند القانوني للباحث. انت اللي بتكون السند القانوني؟ لان ده مكتب قائم بقرار وزاري وقانوني، فبالتالي بيساعدك انت كباحث وبيحمي حقوقك. جميل. يعني إذن أعزائنا المشاهدين، مكتب إدارة وتسويق التكنولوجي وظيفته واحد حماية الفكرة، اثنين محاولة لخلق نوع من أنواع الشراكة التي تعود بالفائدة على الباحث، بالإضافة إلى تسويق الفكرة كمان حتى تنال يعني طريقها للنور. بنشكر ضيفنا العزيز الدكتور فراج أبو الليل، دكتور وباحث بمعهد المحاصيل السكرية وعضو مكتب إدارة وتسويق التكنولوجي. بشكر حضرتك جدا، بتمنى كل التوفيق. شكرا. أعزائنا المشاهدين، بنت هذه الفقرة بتنتهي معها حلقتنا، بنتمنى يا رب تكونوا استفدتم بها، إلى أن ألقاكم في حلقة مقبلة. لكم مني كل التحية، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الذهب الأخضر نبات الزجوجة.